مساء الفل، عايزك تصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بالسفينة الحربية شارلوت أيام الحرب العالمية الثانية، وفجأة بيتضرب عليها صاروخ من غواصة بتدمرها كلها. وبعد شوية بيطلع واحد من تحت الماية اسمه براين، وكان بينادي على زميله جيمي وافتكره مات زي باقي الناس. بس فجأة بيطلع من تحت الماية جيمي، وقبل أي كلمة هوب بيتسحب تحت الماية تاني. فيحاول براين ينقذه، ايده بس اللي خرجت من غير جسمه، فبيترعب ويرجع بسرعة يطلع فوق حتة خشبة، ولسه بيبص حواليه فجأة القرش بيهجم يقرقشه وياخده تحت المية يتعشى بيه. وبتعدي على الأحداث دي 80 سنة، وبنشوف غواص اسمه نواه على مركب زميله ليفي. كانوا الاتنين بيدوروا على سفينة شارلوت بقالهم مدة كبيرة، وبيوقف ليفي المركب في المنطقة دي، ونواه بيلبس بدلة الغوص وينط في المية في ثانية لثانية. وبعد شوية من البحث نواه بيلاقي السفينة أخيرا، على طول بيبلغ ليفي باللاسلكي وهو مش مصدق نفسه، وبيدخل جواها علشان يستكشفها، والاتصال بيتقطع ما بينهم، وليفي بيتوتر وبيقل عليه جدا. لكن بعد شوية بيطلع نوع على سطح المية وبيقول لليفي، بقولك ايه يا صاحبي، ما تيجي نلعبها سكيتي وما نعرفش حد اننا لقينا سفينة دي، في ناس كتير اغنية هتدفع اي فلوس نطلبها علشان بس تغطس فيها، خلينا بقى نقب على وش الدنيا والحياة تزهزه معانا. فيوافق ليفي ويقول له انا معاك يا برينس. وبعد كام يوم بنشوف شلة أصحاب لسه واصلين الجزيرة، براد واخته سام، وده لوجان المطرقع لأنه على طول خربان وبيحب يضرب سيجارتين قبل ما يعمل أي حاجة. أما صاحبتهم الرابعة رايلي، وشوية بيوصل نوا وبيسلم عليهم كلهم، وبيكون واضح جدا إن سام ونوا معجبين ببعض، وبياخدهم وبيقعدوا يحتفلوا كلهم لأنه بقاله سنتين ما شافهمش. وساعتها بتسأله رايلي، إيه يا برنس، مفيش قطة كده ولا كده في حياتك؟ قال لها آه، أخيرا لقيت حب حياتي واسمها شارلوت. وسام قلبها وقع في رجليها، ولكن نو قال لهم أنا كنت بهزر معاكو، وإن اسم شارلوت ده اسم السفينة اللي كنت بدور عليها من زمان، وإن أخيرا لقيتها من يومين بالصدفة، وده بسبب العاصفة الاستوائية اللي حصلت من شهر وخلتها تظهر بعد 80 سنة من تاني. براد قال له أيوة بقى، من الآخر إحنا لازم نكون أول ناس نخدص جواها. نو قال له للأسف مش هينفع، لازم الأول نبلغ الجهات المسؤولة ويدونا الإذن بعد ما يستكشفوها. قال له يا عم ما تدققش كده، إحنا ننزل نختص فيها الأول وبعد كده بلغ السلطات، إن شاء الله يفجروها، وافق أنت بس وأنا هديك الفلوس اللي أنت عايزها. وقتها ليفي بيجي وبيرفض عرضه ويقول له مش كل حاجة تنفع تشتريها بفلوسك يا أمور. وبراد ما بيعجبوش الكلام ده، وبالليل يخربوها رأس وشرب، والدنيا كانت خربانة على الآخر. وفجأة النور بيقطع والليلة بتبوظ، فبيروح نوى ليفي علشان يشغل المولد، ولكن ليفي عرفه أنه عليه فلوس كتير للكهرباء. فبيسأله نوى كم يعني؟ قال له حوالي 20-30 ألف، مش متأكد. قال له اخلص كم يا معلم؟ قال له بصراحة عليا 36 ألف. فبيتضايق نوى وقال له طب ليه ما وافقتش على عرض براد بدل ما انت الدنيا وقع معاك كده على الآخر؟ قال له علشان مغروره بيتكلم بالفلوس وطريقته مش عجباني. فيقول له نوى مغرور ايه وبتاع ايه، فكك من الكلام ده. وبيروح يكلم براد وبيقول له بقولك ايه، لو عايز تختص بكرة احنا موافقين، بس بشرط مقابل 50 ألف دولار. قال له اهو ده الكلام وانا موافق. فيقول له نوى بس عندي شرط تاني، انا وانت بس اللي هنختص. قال له مفيش الكلام ده، انا هدفع لك 50 ألف دولار علشان نختص كلنا مع بعض. وبيسيبه وبيروح بسرعة لأصحابه يقول لهم جهزوا نفسكوا علشان نختص بكرة الصبح للسفينة. كلهم يفرحوا مش مصدقين ان نوى اخيرا وافق. فيقول لهم براد محدش يشرب بقى علشان ما يتعبش بكرة. فكلهم يوافقوا الا لوجان، فضل يشرب ويخربها لحد تاني يوم، وكان ماشي على السحاب ومش شايف قدامه. ولما بيوصلوا نوى بيطلب منهم يسمعوا كلامه تحت المية، وبلاش بقى كل واحد يتصرف على كيفه. ولسه مخلص كلامه لوجان بينط في المية ولا كأنه كان سمع حاجة، فينط نوى وراه بسرعة علشان يلحقه ويظبط له بدلته، وباقي الشلة بتلحقهم وكلهم بيمشوا ورا نوى لأنه عارف مكان السفينة. ولما بيوصلوا ليها نوى بيربط حبل في أول السفينة علشان ما يتهوش جواها ويعرفوا يرجعوا تاني. وبدأوا يدخلوا واحد ورا التاني جوا السفينة، ونوى بيقول لهم إن لو حد فيهم لقى الأكسجين بتاعه وصل للتلت وقرب يخلص يعرفوا على طول عشان يرجعوا بسرعة. وبعد شوية لوجان بياخد براد وبيبعدوا عن باقي المجموعة، وبيدخلوا غرفة وبيلعبوا كأنهم في حانة وقاعدين يشربوا، ونوى بيحصلهم وما كانش طايق نفسه وبيقول لهم كفاية هزار ويلا بينا نرجع علشان الأكسجين قرب يخلص مننا. فيقول له لوجان طب العب معانا طوبة ومقص وهنرجع معاك على طول. قال لهم أكيد انتوا بتهزروا قدامي يلا انت وهو. فبراد يقول له أنا مش دافع لك كل الفلوس دي علشان أسمع كلامك، انت المفروض تنفذ كل اللي اطلبه منك. فبتستغرب سام وتقول له دافع لمين يا اخويا؟ قال لها انا دفعت 50 ألف دولار لنوى وليفي علشان ننزل نختص جوه السفينه. وبيقول للوجان
يلا يا عم احنا مش هنسمع كلام حد تاني، وبيفضلوا يدخلوا جوه السفينة اكتر لحد ما يوصلوا الغرفة يقدروا يتنفسوا فيها، ونوع وباقي المجموعة بتروح وراهم، وساعتها براد بيقلع قناع الاكسجين علشان يشم شوية هوا، لكن فجأة بيتعب وما بيقدرش يتنفس، ونوع بيقلع عليه بس براد بيضحك وبيطلع كان بيهزر معاه هزار تقيل، فيقلعوا كلهم الاقنعة ويقرر انه يريح براد ويقعدوا شوية جوه السفينة وبعد كده يتحركوا. ولوجان الضايع بيطلع مشته وعايز يسكر وبيقول لهم احنا لازم نحتفل هنا. نوا قال له انت اتجننت، بلاش تشرب علشان ما تتعبش. قال له مفيش منه وبياخد شوتين. وكمان برايد بيشرب وما كانش حد سامع كلامه، وفجأة بيسمعوا صوت خبطة قوية في بدن السفينة، وفجأة الحبل بيتشد جامد وبيتقطع، فيهديهم نوا وبيقول لهم ده اكيد دولفين. فبتخاف سام وبتسأل نوا هنرجع ازاي بقى يا معلم بعد ما الحبل اتقطع. قال لها ولا تشغلي بالك انا حافظ كل المنعطفات اللي اخدناها تقريبا. وبيلبسوا الاقنعة وبيرجعوا من الطريق اللي دخلوا منه. وبعد شوية رايلي بتحس ان هم تايهين وبتخاف وبتقول لهم انا عايز اخرج حالا من هنا. فيقول لها نوا استهدي بالله كده وخدي نفسك بشويش. ولكن رايلي ما بتبقاش قاعدة على بعضها، واول ما بتشوف ضوء من بعيد تقول لهم انا هروح واخرج من الفتحة اللي هناك. نوا قال لها مش ده الطريق اللي احنا جينا منه. قالت له ايا كان المهم اخرج وخلاص، وبتتحرك بسرعة لهناك بس بتلاقي الفتحة مقفولة، فبيروح باقي الفريق وراها وبيهدوها. ونوا بيقول لها كده هتستهلك اكسجين زيادة، وبيطلب من كل واحد يقول له قراية الاكسجين اللي فاضل معاه، فكلهم يقولوا فاضل معانا اكتر من 30% اكسجين ما عدا رايلي لما تلاقي فاضل اقل من 15%. فيقول لها نوا ولا يهمك في اسوأ الظروف هنتشارك كلنا معاك في الاكسجين. وبعدها بيكملوا طريقهم علشان يخرجوا من السفينة، لكن فجأة في حاجة كبيرة بتعدي من فوقيهم وبتضلل عليهم. فبيسأل لوجان نوا ايه العدة ده يا كبير؟ قال له اكيد سحابة. فبراد قال له احنا لما نزلنا كانت السماء ما فيهاش سحب. قال له يبقى خلاص اكيد سمكة البراكودا، ما تشغلوش بالكو ويلا نكمل طريقنا. بس براد بيكون قلقان ومتأكد انها مش سمكة عادية. وكلهم بيفضلوا ماشيين ورا نوا لحد ما كلهم بيشوفوا المخرج قدامهم، فبيفرح لوجان وقال لهم اخيرا هنخرج من هنا وهطلع اشرب براحتي بقى يا معلم. ولكن فجأة بيهجم عليه قرش عملاق وبياخده من رجليه، ولان المكان كان ضيق سابوا القرش وراه، وكلهم بيترعبوا لما بيلاقوا رجل لوجان بتنزف جامد وهو قاعد بيصرخ من الالم. ولكن لما بيلاقوا القرش راجع تاني بياخدوا لوجان بسرعة وبيدخلوا جوه أوضة تانية، وبراد بيوقع حديد على الباب علشان يمنع القرش يدخل ليهم، ونوا وسام بيحاولوا يوقفوا النزيف من رجل لوجان، وكان الموضوع صعب جدا تحت المية. ولكن فجأة براد بيشوف القرش جاي لهم من الناحية التانية وبيقول لهم بسرعة يلا نهرب، ودخلوا الأوضة تانية. وقبل ما القرش يهجم عليهم بيقدروا يقفلوا الباب في آخر لحظة، وسام بتحاول تكمل إسعاف للوجان وبتقول لهم لازم نوقف النزيف قبل ما يموت، وكان لوجان طول الوقت قاعد بيصرخ من الألم. فبتروح تدور في الأدراج اللي حواليها على أي حاجة توقف النزيف بيها، وبتلاقي في درج منهم مسكن قوي فبتحطه في حقنة وبتديها له في رجله علشان ما يحسش بالألم وتعرف تعالجه، ولكن هو بيكون نزف كتير وبيسلم نمر ويموت. فتحاول سام تنقذه بس للأسف بيكون ودع، وكلهم في حالة ذهول ودماغهم وقفت عن العمل خالص ومش عارفين يتصرفوا ازاي. والقرش بره فضل يخبط الباب جامد وكان خلاص هيكسره، فيقول لهم براد القرش هيفضل يهجم كده لانه شامم ريحة الدم. فيقول له نوا قصدك ايه؟ قال له اكيد اللي جه في بالك، خلاص لوجان مات وهنستخدمه كطعم علشان نخرج من هنا. فبيضطروا كلهم يوافقوا لان مفيش حل تاني، وبيطلعوا لوجان للقرش وهوب بيخطفوا القرش من قدامهم. فبينتهزوا الفرصة كلهم ان القرش بياكل لوجان ويخرجوا من الأوضة بسرعة، لكن للأسف رايلي بتنجرح في رجليها وبيقرروا يروحوا بيها للمكان اللي فيه أكسجين، وسام بتعالج رجليها هناك. وبراد بيتخانق مع نوا وبيقول له انت ازاي يا عم القرد ما قلتلناش ان في قرش هنا؟ قال له انت اكيد اتجننت ولا ايه؟ وانا لو عارف ان في قرش هنا كنت هنزلكوا تختصوا، وبعدين مفيش قروش هنا على الجزيرة. فسام تحاول تهديهم وتقول لهم مش وقته الكلام ده. قال لها براد لا وقته، واحسن حاجة عملتيها انك انفصلت عن القرد ده لانه واحد مستهتر ومش مسؤول. فبيتخانق نوا معاه وبيمسكوا في بعض، وساعتها رايلي بتقول لهم فاضل 6% بس من الاكسجين معايا. فيقولها نوا مش مهم، اصلا القرش اكل وشبع وهروح انا وبراد نجيب اسطوانة الاكسجين بتاعت لوجان وهنرجع على طول. وفعلا بيتحركوا وبياخدوا معهم حديدة علشان يدافعوا بيها عن نفسهم. وبعد شوية بيشوفوا باقي جثة لوجان قدامهم، وبراد بيكون حاسس بالذنب فيهون عليه نوا ويقول له كده كده لوجان كان ميت ولولا فكرتك ما كناش هنقدر نخرج من الأوضة. ولسه بيقربوا من جثة فجأة نوا بيشوف القرش جاي بسرعة من ورا براد وبيهجم عليه،
ولكنه بيبعده في آخر لحظة. وحديدة عملاقة بتقع على اسطوانة الأكسجين بتاعته، فبيحاول براد يرفع الحديدة بسرعة ويساعده، بس الحديدة كانت تقيلة وما يقدرش يرفعها. وساعتها إنه بيقلع على الاسطوانة علشان يقدر يخرج نفسه، وبيشوف القرش بيهجم عليهم تاني، فيصرخ نوع في براد ويقول له اهرب بسرعة. فبيدخل براد في أوضة ويقفل على نفسه، اما نوع بيفضل بره وبيمسك انبوبه الاكسجين وبيفتحها في وش القرش. وساعتها القرش بيهرب ويبعد بعيد، وبيروح ياخد انبوبه الاكسجين وبيرجع لسام ورايلي. ولما سام بتساله عن اخوها براد قال لها ان هو في اوضه وقفل على نفسه، ولازم دلوقتي نشوف مخرج تاني لان القرش قافل علينا المخرج اللي احنا جينا منه. وبيطلب من رايلي انها تستناهم هنا لحد ما يرجعوا، وبيروح يدوروا على مخرج تاني وبيقدروا يوصلوا لمخزن الصواريخ. ونوا بيقول لسام تدور في المكان على اي حاجة تنفعهم، وهو هيروح يجيب رايلي وهيرجع تاني. وقتها براد كان لسه محبوس والقرش بيحاول يكسر الباب عليه، وبيلاقي فتحة تهوية في الأوضة، على طول بيكسرها برجله وبيخرج منها، وبيفضل ماشي فيها لحد ما بيخرج من السفينة. وساعتها بيرجع للسلك يشتغل وبيتواصل مع ليفي، وبيعرفوا ان نوا والباقيين محبوسين في السفينة وان في قرش هجم عليهم. فبيصرخ ليفي فيه فجأة ويقول له اطلع بسرعة لان القرش وراك. فبيترعب براد اول ما بيشوفه وبيعوم للمركب بسرعة، ولكن فجأة القرش بيسحبه تحت المية شوية، ولما بيطلع تاني للسطح بيتفاجئ ان رجله مش موجودة، وبيفضل يصرخ من الألم وبيطلب من ليفي يلحقه ويساعده. ولكن في ثانية لثانية القرش بيتغدى بيه، وليفي بيكون مصدوم من اللي شافه. في نفس الوقت بيكون نوا جاب رايلي ورجع لسام، وبيلاحظ نوا ان رايلي اكسجينها خلص، فيقول لها طب استني تاني هنا لحد ما نشوف انا وسام مخرج قريب من هنا. وبيسيبوها وبيختصوا يدوروا على اي مخرج، وبيلاقوا في طريقهم قفص كبير في اوضه، وبيلاقوا باب في المكان وبيروحوا يفتحوه، وبيتفاجئوا بهياكل عظميه للناس اللي ماتت ايام الحرب العالميه. وفجاه بيشوفوا القرش جاي عليهم، فبسرعه يقفلوا الباب قدامه قبل ما يوصل ليهم. وبيرجعوا هما الاثنين للاخت اللي مستنياهم، وساعتها نوا بيديهم الصدمه ويعرفهم ان القرش اللي هجم عليهم من شوية من فصيلة تانية، يعني حلويات من الاخر فيه اكتر من القرش هنا. فالراجل يتخاف وكان هيجي لها سكتة قلبية. وسام تسأله طب هنعمل ايه دلوقت؟ قال لها مش عارف، بس اللي نفسي عرفه القروش دي كلها جات الجزيرة ازاي. وبيستنتج ان العاصفة الاستوائية هي السبب، وبيقول لهم عن عندي خطة، وانهم هيستخدموا القفص اللي شافوه من شوية علشان يسحبوا سمكة القرش اللي واقف على المخرج جواه. بس المشكلة عايزين طعم يكذبه، فتقول له رايلي أنا ممكن أستدرجه للفخ بالدم اللي بينزف من رجلي. فيوافقوا على فكرتها وبيبدأوا ينفذوا، ورايلي بتقف جوه القفص، ونوا بيعرفها إن سام هتفتح الباب والقرش هيدخل يهجم عليها، وأول ما يدخلك من هنا تخرجي أنت من الناحية التانية في نفس الوقت. وفعلا سام بتفتح الباب، ساعتها رايلي بتشوف الهياكل العظمية وبتتوتر جدا وبتقول له مين دول؟ قال لها مش وقته، ركزي دلوقتي في الخطة. وفجأة بيظهر القرش وبيهجم، أول ما بيشم الدم بسرعة بتطلع رايلي من الناحية التانية، وفي نفس الوقت إن هو بيقفل عليه الباب بسرعة، ولكن القرش بيعضه في إيديه وبينزف جامد يغمى عليه. فبتساعده سام وبيطلعوا من السفينة، وهو بيجي قرش يخطف رايلي من وسطهم وبياكلها هو وقرش تاني. فبتزق سام نوا للسطح وبتفضل تتحرك قدام القرش علشان تشتته عن نوا، وبترجع تاني للسفينة، وفعلا خطتها بتنجح وبيروح القرش وراها. وساعتها ليفي بينط في المية ينقذ نوا وبيطلعه على المركب، أما سام بتقلع اسطوانة الأكسجين علشان تتحرك أسرع. وفي طريقها بتشوف القرش اللي كانوا حابسينه في القفص متجنن وعايز يخرج، فبترجع للمكان اللي فيه الهواء علشان تاخد نفسها، وبعدها بتغطس علشان تخرج من المخرج التاني، ولكن بتشوف القرش جاي عليها، فبتستخبى بسرعة في أنبوبة قبل ما القرش يشوفها. وفعلا أول ما يعدي القرش من تحتها بتنزل علشان تخرج من المخرج، ولكن بتتفاجئ بقرش تاني في وشها بيهجم عليها، فبتاخد بسرعة ماسورة من على الأرض وبتبلعها له في بقه، وفي ثانية بتخرج بره السفينة، ولأنها منحوسة بتلاقي القرش اللي بره بيهجم عليها، وكانت هتتاكل هتتاكل، لكن فجأة ليفي بيظهر وبيضحي بنفسه علشان ينقذها. فبتطلع سام للمركب وبتعرف من نوا إن أخوها براد القرش أكله، وبتزعل على أخوها، ونوا بيزعل لما بيعرف إن ليفي كمان ضحى بنفسه ومات. وبعد سنة من الأحداث بنشوفهم اتجوزوا وخلفوا بيبي صغنن قد كده، والمعلمين محرموش وواخدين يخت وداخلين جوه المية. وبكده يخلص الفيلم. ما تنساش تخبطني اللايك والاشتراك في القناة يوصل لك كل بهاريز الأفلام. سلام يا برو.